أخبار سهيل بالمختصر، مرحبا بكم. بعد مشاورات استمرت شهرا كاملا شاركت فيه مكونات حضرمية سياسية واجتماعية، تم إشهار مجلس حضرموت الوطني كمظلة جامعة لحضرموت، حيث أكدت وثيقته التأسيسية على وحدة حضرموت وحق أبنائها في إدارة شؤونهم الاقتصادية والسياسية والأمنية، مع الإقرار بالتعددية السياسية والاجتماعية في حضرموت. للعام الثامن على التوالي يحل عيد الأضحى المبارك، وأكثر من مليون موظف في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية محرومون من مرتباتهم، ما يعني غياب فرحة العيد عن منازلهم ومنازل معظم اليمنيين باستثناء مشرف الميليشيا الإيرانية الذين امتهنوا أعمال الجباية والنهب وسرقة أموال وأحلام وفرحة وسعادة اليمنيين. آثار اليمن تحت طائلة النهب والعبث الحوثي، حيث اعتبر خبراء الآثار انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة فاتحة لعصر جديد من النهب الممنهج للآثار اليمنية واستحداث الأسواق السوداء. وتسعى الدولة اليمنية لاسترداد قطع اليمن الأثرية وإرثها الحضاري، حيث استعادت في فبراير الماضي 77 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية، وفي لندن استعادت 4 قطع أثرية بمساعدة الشرطة البريطانية في ظل استمرار نزيف الآثار اليمنية إلى المزادات العالمية. في تأكيد على عظمة الإنسان اليمني القديم وتطويعه للجبال والطبيعة في تحقيق الاستقرار والرخاء والبناء، وثق المصور وجد الجرادي بعدسته نفقاً تاريخياً من الحضارة اليمنية القديمة والدول الحميرية المتعاقبة. النفق المنحوت يدوياً والذي يبلغ طوله 240 متراً وارتفاع 7 أمتار يتواجد في قرية الحطمة بني حديجة بمديرية الحدا محافظة دمار. نهاية المختصر، في أمان.